ينضم إلينا عبر سكايب من بكين الأستاذ نادر روانغوا الكاتب والباحث السياسي. أستاذ نادر أهلا بك. اتباع سياسة صفر كوفيد ثم الانتقال لتخفيف القيود فجأة، انتقدت هذه السياسة الصينية كما انتقدت اللقاحات الصينية ووصفت بعدم الفعالية، أنت كيف ترى هذه السياسة وإلى أي مدى هذه الأسباب وهذه الأمور كانت لها السبب الرئيسي في الوضع الذي تشهده الصين حاليا؟ أهلا ومرحبا بكم. أولا تخفيف الإجراءات كان يعني مدروسا من قبل، وهو الصين تبادر إلى رفع بعض القيود وتخفيف الإجراءات من أجل الانتعاش الاقتصادي، وكذلك حسب الخصائص الفيروس المتحول الجديد، وكان يعني بشكل منتظم. وفي البداية طبعا هناك زيادة سريعة لعدد الإصابات، وهناك أيضا الصف الطويل من الانتظار للعلاج، ولكن الآن بعد أسبوع أو أسبوعين أصبح الحكومة الآن تعمل تتحول الأعمال الرئيسية من الوقاية من الإصابات إلى تركيز جهودهم على العلاج وإنقاذ حياة الحالات الشديدة. وكذلك الآن أصبح الوضع مستقرا نسبيا بعد الشفاء يعني الدفعة الأولى. طيب من المصابين. أستاذ نادر، اللجنة الصحة الوطنية في الصين قالت بأنها ستتوقف عن نشر الإحصاءات اليومية لإصابات كورونا، ما السبب الحقيقي وراء هذا الإعلان؟ هو فقط هناك جهة أخرى تبدلها في النشر، وهي مركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية. وكذلك هناك ايضا وسائل يعني اجهزه محليه ايضا قاموا بنشر الارقام، لان هناك الارقام يعني يزداد، وهناك ايضا لان حاليا لا يوجد الفحص الحمض النووي او اختبار، فالارقام بالضبط يعني من الصعب الاحصاء، فلذلك هناك الجهه اخرى تبدلها. نعم. في نشر اعداد المصابين المسجلين. نعم، شكرا لك الاستاذ نادر روانغوا الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا بالصوت والصوره من بكين، شكرا جزيلا لك.